حظ لما تبقى جاي تشجع ارسنال الماتش ده وتلاقي ان ارتيتا بيتخانق على الخط مع يورجن كلوب بالشوط الاول والمحصله النهائيه بتاع المباراه 4-0. شكلك بقى وحش قوي يا ارتيتا. ومش دي المشكله، المشكله ان نونو تافاريز يقول لك انا هعرف محمد صلاح انا مين. محمد صلاح لازم يعرف مين هو نونو تافاريز، لازم يعرفوا ان احنا فرقه محترمه وقادرين على الفوز في الانفيلد. نونو تافاريز داخل المباراه تحس ان هو متكهرب وفي حد بيجري وراه بسلك عريان بتاع كهرباء، اللي هو انت بتنايل ليه يا حبيبي؟ يابا احنا لابسين اصفر مش لابسين احمر. بس بصراحه عمل اسيست عالمي لجوتا في الهدف الثاني، اللي هو مش مهم صلاح يعرف انا مين، المهم جوتا يعرف انا مين. انا معاكم يا جماعه مش عليكم. عاش عمو، عاش والله، عاش عمو نونو والله كل الابداع والعظمه اللي حصلت دي. هل ارسنال كان مرشح للفوز قدام ليفربول في الانفيلد؟ والله يا باشا اتلتيكو مدريد نفسه جه واتنفخ من ليفربول في الانفيلد. فانت بتتكلم على ايه يا باشا؟ انت بتتكلم على ان ارسنال الفريق اللي لسه بيحاول ارتيتا ان هو يبني من اول وجديد هيجي يكسب ليفربول في الانفيلد؟ صعبه، صعبه جدا كمان. يقول لي لا لا لا، ساديو ماني كان لازم يطرد الشوط الاول. عارف ان ساديو ماني عمل فاولين ورا بعض فيهم بغباء غير طبيعي ومفترض كان يطرد، بس عادي يا معلم، في الانفيلد او في الاولد ترافورد التحكيم بيتغير وكل حاجه انت عارفها. عادي يا معلم، الحكم بيتغاضى عن حاجات داخل الانفيلد وداخل الاولد ترافورد. وقلت لك ساعه الفيديو بتاع مانشستر سيتي الكره بتاع جيمس ميلنر، قلت لك جيمس ميلنر في ملعب تاني كان اطرد، بس عادي احنا هنا في الانفيلد. فسو وات يا معلم، ميلنر عملها الاول والنهارده ماني بيعملها، انت زعلان ليه؟ بس انا بصراحه ما كنتش متخيل حاجه تانية من ارتيتا ان هو يعملها بصراحه، يعني ما كنتش متخيل ان ارتيتا ممكن يعمل اي حاجه تانية جوه المباراه. بس انا عجبتني الخناقه اللي عملها مع يورجن كلوب، بس ده اللي عجبني في ارسنال النهارده. اما ارسنال كان مرشح ان هو يكون ند ليفربول، صعبه، قلت لك ان هي صعبه يا باشا. ليفربول النهارده لولا تالق رامز ديل كانت النتيجه عدت الاربعه من الشوط الاول، كانت عدت بجد. هتقول لي لا ما احنا كنا بنعمل ضغط عالي، ما انت بتعمل ضغط عالي اول ثلث ساعه بس بعد كده بترجع بالضغط العالي لضغط متوسط، بعد كده بترجع بالضغط المتوسط لحته ان احنا نقف قدام جولنا بقى وما نستقبلش اهداف. كان بيقول لي توماسيو مساك الواد عامل حته دين تغطيه في لقطه الهدف الاول بتاع ماني، عظمه على عظمه. والمصيبه بقى ان هو بيرفع ايده يقول لك اوف سايد. اوف سايد ايه يا حبيبي؟ ده انت اللي مغطي يا باشا، ده انت اللي مغطي يا باشا. كل الناس توقعت ان ارسنال الشوط الثاني هينزل بقى خلاص مش محتاج لوكونجا ولا محتاج بارتي في نص الملعب، هقرر ان انا اهاجم بقى. لا يا باشا، ارسنال نزل الشوط الثاني بره الجيم اساسا خالص وسايب الكره ليفربول. خد يا جماعه، ارتيتا بيعتذر ان هو اتخانق مع يورجن كلوب على الخط، ودوس بقى يا معلم دوس. ابو صلاح مسك نونو تافاريز، انت لا مش عارف انا مين، يا لا مش عارف انا، عرفت دلوقتي انت تبعنا يا ابني، اوعى يا حبيبي، اوعى اوعى بابا عشان محتاج اسجل هدف. كلوب قال لك اغير، اطلع شامبو. ايه ده، هو شامبرلين كان في الملعب؟ والله شامبو كان في الملعب، تخيل والله شامبرلين كان في الملعب. كان في الملعب شامبو، كان في الملعب، وقرر كلوب ان هو يغيره وينزل مكانه جوردن هندرسون، وقرر كمان اللي هو توماسيو موجود ينزل له ابن عمه مينامينو. مينامينو نزل سجل هدف. نسكت بقى على كده، مش اتخانق معايا، انا نزل له عيل عنده 19 سنه مولد 2002 تايلر مارتن، انزل عم تايلر وريهم بقى ان انا خلاص بستخطى وخلاص بقى بتدلع. نسكت على كده بقى ولما؟ لا يا باشا، ليفربول راح مسجل الرابع عن طريق مينامينو وكان ممكن يسجل الخامس، وبعد كده كلوب راح قال له ليك شوف حاجه يا اسطى، انت مش كنت بتتخانق معايا على الخط يالا على الفول بتاع ماني؟ طب حتى لو ماني اتطرد كنت ممكن تعمل حاجه؟ لا، ما هو ما ينفعش نتكلم بجد، لان انا بصراحه كان عندي امل ان ارسنال يكون افضل من كده، بس لما شفت ارسنال بالطريقه السيئه بتاع الشوط الثاني دي ما استنيتش من ارسنال اي حاجه ثاني. والمشكله عندهم مشكله لعيبه ومشكله مدير فني. وكلمنا احنا ان حكايه ان مفيش حد ظالم بنسبه 100% ولا مظلوم بنسبه 100%. ارتيتا عنده افكار غبيه، ارتيتا عنده افكار غبيه. اللعيبه ده اخرها ان هم ينزلوا يتغلبوا من ليفربول ويتغلبوا مانشستر سيتي وكمان يتغلبوا من تشيلسي، لان هم مش مرشحين ان هم ينافسوا الكبار في الدوري السنه دي. اما السنين الجايه بقى ان شاء الله لو ارتيتا كمل على المستوى الكويس اللي بيعملوه في الماتشات الثانيه بدون ماتشات التوب فور، فاعتقد ان ارسنال ممكن يرجع ينافس على حته ان هو يصعد دوري ابطال او دوري اوروبي تاني. اتمنى ان ارسنال المباراه دي تعدي منهم كده سهوا ويقرروا ان هم يركزوا الماتشات الجايه عشان خاطر 3 نقاط ليفربول حاجه مش متناوله عندك خالص وحاجه طبيعيه جدا انك تخسرها. وعايز اوصل لسالك الكابتن نونو تافاريز، على الله يا اسطى تبقى عرفت انت مين هو ابو صلاح. لو عجبك بقى الفيديو يا اسطى فحاول تعرف مين انا واعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، ولو ما عجبكش خليك حنان وما تشتمش في الكومنتات عشان معلش يابا مش مستاهله.